السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. يا رب إن شاء الله يعم الخير والأمان والاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي. طبعا بيوم 25/7 من عام 2020 زار برنامج أرض السواد أول حقل للدواجن، فتعمق هذا البرنامج بهذا القطاع المهم اللي في بعض الدول يسموه صناعة الدواجن. رحنا وزرنا أكثر من مكان بمختلف المحافظات، إن كانت في واسط أو في بغداد أو في بابل، وشفنا معاناة مربي الدواجن، وشفنا للأسف الإهمال والتقصير الحكومي. فظل برنامج أرض السواد هو الصوت الوحيد الذي يدافع عن المنتج المحلي وعن الصناعة المحلية المختصة بموضوعة الدواجن. صح في يوم من الأيام صار غضب شعبي على الدواجن العراقية بسبب الأسعار، ولكن خلينا نتكلم صراحة أنه تكلفة الإنتاج كانت أعلى وأعلى بكثير من الدول المجاورة. فأرض السواد تقريبا قبل أسبوع كرم من الجمعية العراقية لمنتجية الدواجن، وهذا حقيقة يزيدنا فخر وعزة ويزيدنا حماس أن نظل ندافع على المنتج المحلي. فنتمنى اليوم من الجهات المختصة والجهات المسؤولة عن تلك الصناعة الاستمرار بدعم هذا القطاع المهم اللي يوفر تقريبا أكثر من 1.5 مليون فرصة عمل. وحنبدأ حلقتنا اللي محورها بعيد عن موضوع الدواجن، ولكن خلونا نشوف هذا اللقاء وراجعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنظر للجهود المبذولة من قناة الأيام الفضائية وكادر أرض السواد المحترمين، نقدم شكرنا وتقديرنا لهذه القناة ولهذا الكادر والأستاذ ظفر بالذات، وجزاه الله خير الجزاء. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين، وأيضا اليوم كادر برنامج أرض السواد يشكر الجمعية العراقية لمنتجي الدواجن وأيضا رعاية منتجي الدواجن. طبعا بالآونة الأخيرة تقريبا قبل 10 أيام شفنا في حادثة حقيقة غريبة جدا، يوم لما نتكلم أنه هناك عدم تنسيق بين الجهات الحكومية والحكومات المحلية والوزارات. إحنا اليوم نتكلم بواقعية، لما اليوم وزارة الموارد المائية تخصص حصص مائية لكل محافظة وكيف توصلها المحافظة الأخت، لأن مثل ما تعرفون اليوم التقسيم الجغرافي العراقي سبحان الله محافظ من بعد محافظة، حتى موضوع المياه لازم تتقسم بصورة عادلة. شاهدنا فيديو غريب لمحافظ بابل يأمر بفتح المياه اليوم بالكميات الغير محددة لمحافظة بابل، مع حبنا واحترامنا لكل أهلنا في تلك المحافظة العزيزة. ردة فعل كانت قاسية جدا من وزارة الموارد المائية، حتى وصلت تصريحات الناطقين الرسميين للوزارة انه رفع دعوى قضائية على المحافظ. فليش اليوم نوصل لهذه المرحلة ان الحكومات المحلية تتحكم بموضوعة المياه ولها حق كبير جدا، لاكو ضغوط عليها من قبل المزارعين والفلاحين. مثل ما نعرف انه اغلب المحافظات العراقية وخاصة الوسطى والجنوبية اعتمادة على الزراعة. وايضا احنا ما نقدر اليوم نلوم وزارة الموارد المائية بسبب انه حصص المياه وعندنا فقر مائي كبير جدا وقاسي جدا. فشنو الحل؟ اليوم هل المياه من سلطة الحكومات المحلية ام من سلطة وزارة الموارد المائية؟ طبعا راح نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا العزيز والقريب من القلب الاستاذ تحسين الموسوي. كل عام وانت بخير وعيدك مبارك. شكرا جزيلا. بالبداية أضحى مبارك، وكل عام ومراجعنا الكرام والشعب العراقي والأمة الإسلامية بألف خير، وربي أن تكونون من إن شاء الله نتمنى لك دائما أرقى على المقامات. ونشكرك أنا أيضا نيابة عن منتجي الدواجن، حقيقة
هذا الموقف الوطني بهذه الشريحة اللي واجهت بالفترة الأخيرة ربما نوع من الظلم بسبب مثل ما تفضلت عدم يعني معرفة الأسباب الحقيقية اللي أدت إلى رفع الأسعار. وأنا إن شاء الله إذا صارت فسحة بالبرنامج يمكن إن شاء الله. أستاذ تحسين اليوم لما اليوم برنامج أرض السواد دائما يعني حقيقة أنت وشخصيات محترمة يعني مثال الأستاذ عادل المختار جمعة الدراجي حضرتك أستاذ تحسين دائما إحنا نعتمد عليكم بموضوعة الموارد المائية لأن تتكلمون أنتم بعيدين اليوم عن السلطة التنفيذية بعيدين عن الوزارة ممكن يعني تتكلمون بأريحية بحيادية أكثر. ردة فعلك لما شاهدت فيديو محافظ بابل لما قرر فتح أحد البوابات وزيادة المياه اليوم هل هو خطأ منه خطأ من وزارة الموارد هل اليوم هو مجبر أن يفعل هذا الموضوع وتعرف الضجة اللي صارت من بعدها؟ أنا بالبداية أيضا أكرر شكري لك على هذه الثقة وأكيد أنتوا أيضا لسان حال إحنا ننقل الواقع إن شاء الله وبأمانة لكي نضع الحلول يعني الغاية من أداء نصل إلى حلول. أنا انتبهت على مقدمتك وكانت أيضا متكلمت أنه محافظ بابل قدم حالتين حالة سلبية وحالة إيجابية. نعم. الحالة السلبية هي تقريبا أعطى شرعنا للتجاوزات وهذا أمر خطر والحالة الإيجابية هو يرسل رسالة نحن نبحث عن حلول. المواطن يعلم أن هناك شحة مياه وهي ليست بالجديدة ويعلم أن المحافظات الذنائب النهر تحتاج أكثر ولكن يبحث عن حلول. هذه مسؤولية الحكومة. نعم. صح العملية قلنا مركبة بأكثر من مرة وللأسف الشديد كررناها إحنا يجب تحديد الأسباب نرمي كل الثقل على وزارة الموارد المائية وإحنا منبر ساحتها بنفس الوقت من بعض التراكمات والإخفاقات السابقة وحتى حاليا هي توجد هذه أمر طبيعي لكن الأمر اليوم يحتاج حقيقة إلى وقفة جادة يحتاج إلى موقف وطني. نحن في أزمة وصلنا إلى حالة مفجعة بهذه اللغة كلها بدأت منسوب يشكل نسبة خطرة وزارة الموارد المائية كانت يعني هي من حقها لأن هذا يتحدد بالأمن القومي أيضا. اليوم التوترات الدولية والتوترات الداخلية والتغيير المناخي كل هذه رمت بثقل كبير على العراق بصورة عامة. لاحظ التعقيد اللي أشهد على المشهد السياسي سبب كل هذه الأضرار حتى الإرباك في عملية الأمن الغذائي الطارئ حقيقة كان غير موفق في ما يخص البنى التحتية لوزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة كون الأموال التي خصصت ليست بحجم الخطر المحدق بالعراق. اليوم العراق محاط من دول المنبع بكتل كونكريتية عبارة عن خزانات سيطرة تامة جاءت معها الشحة العالمية يعني هنا أيضا دول الجوار تعاني من شحة صحيح. عالمية لكن ما كان هناك تقاسم عادل مع العراق تقاسم للضرر. بنفس الوقت العراق ما قدر يقنع لا دول الجوار ولا قدر يقنع المجتمع الدولي بأن استخداماته للمياه صحيحة. يعني احنا هذه الأزمة ما طورنا وسائل العيش ما طورنا منظوماتنا ما اتجهنا للري المغلق ما اتجهنا حافظنا على المراعي الطبيعية ما حافظنا أيضا اليوم لا تعرف جنابك بالفترة الأخيرة وخاصة قبل يومين يمكن لاحظت التقرير أن هور الجبايش بدأت الهجرة من عنده وبدأوا يقدمون طلبات المحافظ واسط ومحافظ بابل في سبيل الهجرة. طبعا هذا الملف أيضا خطر تعرف إحنا عام 2017 أنا قبل 6 سنوات دخلت الأهوار محمية ضمن التراث العالمي اليونسكو والمادة 20 أجازت على دول المجرى أجازت على أن تحافظ على التنوع الايكولوجي يعني هنا أصبحت ملزم أن توفر كمية المياه من الأهوار كونها محمية تهاجر موطن للطيور العالمية وفي عملية تكاثر وعملية حيوانات إضافة إلى العديد من سكان هذه المنطقة نتكلم عن هورش جبايش بحدود 250,000 نسمة تعرضوا للهجرة وإذا نرجع السد أليسو ونقارن مقارنة بسيطة نلاحظ منظمات دولية أوقفت هذا السد في وقت بنائه بسبب أنه تعرضوا 50,000 مواطن للهجرة أو ربما سيغير من بعض المعالم الأثرية إلى أن تم مضى بدائل لهذا الأمر
ثم باشروا ببناء السد اليسر. طيب اليوم هذه المعاناة الكبيرة والمواطن العراقي يبحث عن حلول، ومحافظ بابل لربما هو ظهر على الكاميرا وكثير من المحافظين قاموا بنفس العمل ولم يظهروا على الكاميرا. هذا على مسؤوليتي. نعم، لأنه اليوم حقيقة أشبه بفقدان السيطرة. تعرف قبل يومين عدنا فيديوهات أنا مصورة بقضاء الصويرة نفس الحالة صارت. منو كان يفتح المي؟ مو يفتح المي، وزارة الموارد المائية بكادرها ما قدرت السيطرة. اعتدوا عليهم. اعتدوا عليهم بالمثنى، اعتدوا عليهم. صحيح. وأيضاً بنفس الوقت اليوم هي رسالة للمواطن. كان أتوقع جماعة المياه الجوفية بالمثنى. بالمثنى بس عندنا باسط، لا جماعة وزارة الموارد المائية اللي متمثلة بشعبها وإداراتها. تعرضوا بعد ما رفعوا المضخات، تعرضوا الاعتداءات ورجعوا المواطنين. يعني حقيقة هي مو عملية تشجيع، لكن المواطن اليوم يطالب الحكومة بحل. يعني أنا يعرف ليش ما أعرف أنه شحة عالمية، الحكومة ما تعرف، مستغرب أنه الأهل الأمر طارئ. طيب أنت من تريد من عندي بدائل جديدة وفرت لي، أنت غيرت لي نظام الري، غيرت لي العملية الاستخدامات، زين هذا دا نحكي أسفل بغداد كيف هي ذنائب النهر كيف؟ إذن اليوم وزارة الموارد المائية يعني يجب أن خلاص مصارح إنه الوضع المائي خطر. إحنا نتعامل بخزين ثرثار. صحيح. يعني بدينا سنة الاستزراع 2021 كان الإعلان من وزارة الموارد المائية إنه الخزين المتوفر 40 مليار متر مكعب، وكانت هناك إيرادات ب 28 مليار متر مكعب، والآن البيانات تقول إن الموجود 20 مليار. إذن نحن هدرنا 48 مليار متر مكعب في هذه الأزمة العالمية، في هذه الشحة. أنا أقول هو مسؤول عن كلامي وأبعث عدة رسائل. وزارة الموارد المائية لم تستطع السيطرة بسبب أولا القوانين التي تغيرت بعد 2003، أصبحت سلطة الموارد المائية سلطة ضعيفة. هذا جانب. قبل يعني اليوم الدستور حتى يقر بموضوع أنه يعامل المياه كمعاملة النفط، أن الحكومة المركزية هي التي توزع، هي التي تنطي الكميات. موجود بالدستور، مادة دستورية. شنو القوانين اللي ضعفت اليوم؟ ضعفت بالنسبة ما يخص التجاوز. قبل 2003 كانت سلطة مدير موارد المائية تصل لسلطة قاضي جنح، بحيث من يستطيع أن يوقف ويمدد بالتوقيف للمتجاوزين ويأخذ بعض العقوبات. بعد 2003 تحددت كلها بمجلس القضاء، هناك فصل بين السلطات. يعني اليوم المتجاوز من تروح الشكاوي للمحاكم وتاخذ وقت، وإضافة إلى ذلك خبرة المحاكم وخبرة الفنيين اللي موجودين. صح. اللي الفني يختلف، يعني مثل هسه اليوم حتى المحامي من تيجي تلقاه من يدرس القوانين مو مثل ما ينفذها بالعملي. طيب. يعني الدراسة الجامعية تختلف عن الدراسة العملية. حقيقة أستاذ ظفر هذا كان جانب سلبي جدا مهم. ناهيك الضغط اللي أصبح على المواطن اليوم، يعني ما يصير إحنا أزمة اقتصادية نضغط على المواطن، أزمة وقود نضغط على المواطن، شحة مياه نضغط على المواطن. حتى بالأزمة من كان هناك انهيار بالجانب الأمريكي في 2014 كان اللجوء إلى المواطن من خلال الفتوى المباركة. اليوم المواطن بدأ يريد يلمس حل. إحنا اليوم عندنا نمو انتعاش بالإنتاج المحلي، سجلنا أرقام كبيرة. اليوم الميزانية العراقية ميزانية مرتفعة. صحيح. يعني اليوم بالأزمة العالمية نعادل أربع دول وهي تفوقنا حتى بالنفوس، وهذه الدول تطور نفسها من خلال برامج الزراعة، من خلال برامج استخدامات المياه، بنفس الوقت مواردها البشرية تزيد، بنفس الوقت احنا أصبحنا سوق تصريف إلها، وإحنا هذه الموازنة اللي تعادل 4 إلى 5 دول والتراجع مستمر دائما. إذن والمشكلة محددة، وعندما نأتي للحلول نلقى كلها خارج. إذن اليوم نحن نتحدث عن موضوع يمثل 50% من الشريحة بالشريحة العراق، وشريحة مهمة جدا، وشريحة حقيقة لا يستهان بها. وإذا غضبت هذه الشريحة سوف لن تقف أي حكومة أمامها. أكيد. طبعا أحبة المشاهدين، عندنا يعني بعض المعلومات حول أزمة توزيع الحصص بين المحافظات العراقية. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجع. Thank you.
رجعنا وياكم احبتي المشاهدين وشاهدنا هذه المعلومات اللي حقيقه للاسف في بعض الاحيان نسمع انه اكو نزاعات حتى تصير عشائريه حول موضوع المياه خاصه بالمحافظات الجنوبيه. اليوم لما نتكلم على محافظات مثل ذي قار وميسان والبصره من اكثر ثلاث محافظات تعاني بسبب شحه المياه، لان حقيقه لكن للاسف اي حلول حقيقيه واقعيه ما صارت هاي السنوات كلها، حتى في سنوات الاكتفاء المائي وهذا ما فكرنا للمستقبل. مع العلم التقارير الدوليه موجوده منذ يمكن عشرات السنوات. استاذ تحسين، يعني اليوم لما رئيس الجمهوريه في يوم المناخ العالمي او يوم التصحر العالمي يصرح تصريحات خطيره جدا، ان 90% من الاراضي العراقيه، اكثر من 90% مهدده بالتصحر، لما اليوم نشاهد نزاعات عشائريه يعني شبه يومية على موضوع المياه والسقي والزرع وحقهم، لأن لما تصير اختلافات أريد أرجع موضوع تاريخي. أكو شيء اسمه المراشنة، إنه دور ذولا ودور ذولا على السقي، هذا شو كان ظهر؟ طبعا هي عملية المراشنة كانت تحدث في فترات الشحة، وبعض الأحيان أيضا بالنسبة لعملية الأراضي اللي ما كانت، إحنا طبعا عملية إنه يوم صار بدينا نجهد التربة، يعني كانت دائما ان التربه تحتاج فتره ريست من الراحه، يعني موسم مثلا انا عندي 1000 دونم، هذا الموسم استغل منه 500، اتركها الموسم الثاني 500 اللي بعدها وبعدين ارجع. لكن هي عمليه المراشل اللي نرجع لها هي بتخص المياه، هي في فترات الشحه وعندما يكون المناسيب قليله، وكذلك هي من دواعي التقسيمات خاصه للاماكن البعيده. لكن اليوم اللي نتحدث عنه عمليه المراشنه اللي موجوده حقيقه ايضا بها اجحاف وظلم كبير، كيف اذا تسالنا؟ مثلا اليوم لاحظ عندنا اخفاق جدا قوي، عندما نعطي الريه الاولى ونحدد انه المراشنه خلينا نقول اسفل بغداد لواسط تكون لمده 7 ايام على سبيل المثال، وفي نفس الوقت يتم قطع الكهرباء في وقت المراشنه. نعم ماكو وهذا هذه قتلتنا هواي ومن المزروعات، يعني هذه سببت لنا كوارث. يعني اليوم المواطن العراقي اصبح حقيقه في جانب ضغط جدا قوي، وهذا ايضا لا توجد وحده عمليات متكامله، يعني ليش نسميها غرفه عمليات؟ تشمل كل اصحاب العلاقه. ليش هسه احنا من نتحدث عن المياه دائما نقول غلط انه احنا نقول اداره الموارد المياه تتحمل وزاره الموارد المياه، لا، مستخدمي المياه هم من يتحملون اداره المياه. لذلك كان المفروض ان تكون مجلس سياسات اعلى في هذا الموضوع، وخاصه ما موضوع يكون موضوع يتعلق بالامن الغذائي، خاصه بالازمه العالميه، خاصه نحن امام تغيير مناخي اجبرنا الطبيعه اليوم، اجبرت تغيير الطبيعه اليوم بعد ما قسينا على الطبيعه بدات تقسي علينا ايضا. هي شنو سبب التغيير المناخي؟ تعرف التكنولوجيا والثوره الصناعيه ادت الى يعني انبعاث الغازات وهذا الدور، هذا كله قصة. احنا حاليا بالعراق لاحظ زيادة التنقيب عن النفط وزيادة صادرات النفط، والنفط ايش قد يسحب من عندنا مياه، بنفس الوقت كل برميل نفط ياخذ 3 براميل مياه، يعني هذا كله عمليات التعديل غيرها. ايضا تجي تلاحظ انه بالتجاوز على المناطق الخضراء، البلديات اللي بدات تتوازع، وهذا اللي ما بقى عندنا متنفس ولا حتى غطاء اخضر في سبيل يغطي المدن، هذه كلها تجاوزات. اليوم ايضا اليوم حتى رئيس الوزراء يصف بغداد بكتله كونكريتيه، لكن على تصريح السيد رئيس الجمهوريه، لا، رئيس الجمهوريه حقيقه هو اليوم مسؤول على ان يضع حلول. هذه التصريحات نقدمها من خلال برنامجك، نقدمها نحن المتابعين للشان، اما رئيس الجمهوريه يطلع عنه هو اليوم دوله كلها بالتغريدات وبالتصريحات، هي مو دوله فيسبوك، هي دوله عمل تحتاج ميدان، تحتاج اليوم نحن في معركة مع الطبيعة ومعركة مع معركة مياه، حرب، ما هي حرب المياه؟ يعني حرب المياه اللي نسمع منها هذا ما هي حرب المياه؟ نحن في أجواء حرب المياه؟ نعم، هذا العدد التعطيش من اليوم نفقد تنوعنا الأحيائي، اليوم من تبدي عندنا الهجرة، اليوم من التصحر يتسح عندنا، اليوم من الأوبئة تكثر عندنا، هذا كله مو ضرر، هذا كله حرب. إذا هذه يجب أن تكون خطوط دفاعية وبنفس الوقت خطوط هجومية، خطوط هذه كلها غائبة. السبب الرئيسي يعود إلى تعدد مصادر القرار.
هذه مشكلتنا اليوم، لا يوجد، وخاصة بذات ملف المياه لا توجد أولوية. يعني اليوم وين أبو البيئة اللي دي يتجاوز على المياه؟ وين أبو البلديات اللي دي يتجاوز؟ وين أبو الصحة اللي دي يتجاوز؟ وين أبو وكأنما وزارة الداخلية، وزارة الداخلية كل يعني ما بقى شخص. إحنا يعني والله الفيديو اللي ظهر على اعتداء كوادر وزارة الموارد المائية للأسف مخجل، لما يهربون بالسيارات وحقهم يخافون على نفسهم على ممتلكات الوزارة على حياتهم، بس اليوم أنا متعاطف مع هذا الكوادر. وأيضا هذا غياب التنسيق بين المحلية والمركزية، يعني اليوم لا أكو غرفة تنسيق بين المركزية، هذا يدل على أنه العملية فوضوية، يعني لا توجد. وأنا أيضا أؤكد لك أنك هناك خلافات كون المحافظين يعني يتجاوزون أكثر من لازم نتيجة الضغط الموجود عليهم. تعرف اليوم كل محافظ يريد يحافظ على صحيح على مكانه بالمحافظة، ويريد يزيد من شعبيته. بعض الأحيان تلقاه يتكلم وكأنه هو مواطن مو مسؤول، يعني يطلع ولا كأنه هو المسؤول عن هذا العمل، يعني أصبح مواطن يطلع محافظ يطلع ويا المتظاهرين. انت شو يمثل اليوم هو؟ إذن انت رئيس وزراء. طيب ما دام انت محافظ وبديت تصل هذا، اذا انت عجزت فاترك مكانك ورجع كمواطن لصير مسؤول. اترك اذا انت تطلع لي ويا المتظاهر وتطلع تشكي لي على الفضائيات وتطلع، هذا مو مسؤول هذا. يعني للاسف بعض الاحيان يعني هم خليه يزعلون علينا، احنا هذا النقد بناء استاذ، هذا النقد يريد نوصل به الحل، لان الامر بدا يكون مفجع. طيب وهذا الامر ايضا هو تحذير، يعني هو تنبيه لهم، لانه هذه الشراره اذا من الصعب ايقافها، وخاصه الشارع الفلاحي يحتقن مستحقاته ما ياخذها، ارض راحت، حيوانات نفقت، امراض واوبئه انتشرت، هذا يعني وبدون حلول. واحنا نتكلم اليوم عن انتاج وفره ماليه، نستطيع ان نجهز بنيه تحتيه كامله. طيب أنا اليوم لا الدراسة السوفيتية كملتها، ولا الدراسة الإيطالية، ولا الدراسة اليابانية، أنا صار لي 50 سنة على الدراسات وما منفذ على أمر الواقع. بعدين إذا يقولون الموقف زين، هذا التراجع شنو يومية؟ يومية جافتنا بحيرة، يومية عندنا هجرة، يوم الخطة الزراعية مالتنا قلت، وين التطور اللي صار عندنا؟ حتى مسألة المياه الجوفية، يعني اليوم استدامتها وين؟ الغرفة المشتركة بين المحافظات والمركزية للقيام. وطيب هسه يلا ذكرنا انه احنا راح نقوم، وايضا راح نستنزفها اذا ما عندنا تقنيات حديثه، هم راح تستنزفها زين. وهذا تدوير المياه، هاي هذه الاوبئه المياه الثقيله اللي تنذبها للنهر. يا ابو البيئه، انت اللي عندك قانون كامل ونظام داخلي، اللي اليوم اذا انت استاذ ظفر روح باشر على مشروع بسيط وشوف من نتيجه تقدم، تقول هيك عندنا بيئه حلقت بيها شروط وقوانين صارمة، وتيجي على أرض الواقع تلقى البيئة عبارة عن أوبئة. احنا خليه طبعا حبيت المشاهدين، يعني ممكن صار بعض الفضول عند المشاهدين انه يشاهدون الفيديو اللي صار عليه ضجة حقيقة من محافظ بابل الأستاذ الدليمي. خلينا نشاهد هذا الفيديو ونرجع نعلق عليه. نصينا سلسال حيل من النصين. لا على أربعة. فتحها على حيل. على حيل فتحها، يلا على حيل. افتح على حيل كذي. مشكوب كان مشكوب. هني هني هذا طليعة أول مرة يزور أبو حافظ. هني هذا طليعة. المحافظ. يعيش. هم المحافظ ما يجون. ونعم يجون. جماعة يجون بلد المركز ياخذهم يروحون بالدولة. صح. ونعم. لا
شاء الله ان شاء الله كبير ان شاء الله كلامه. لا عندنا اسم كتاب بس انا اسمي. يجي ربعه الخليل. لا لا ما لا لا ما ينفع ما ينفع. شكرا شكرا. احنا حاله الشغل ما شاء الله يبقى مفتوح. حياك الله استاذ جزاك الله خير. جزاك الله خير. بس ابو شهد موت هاي الله يخلص بس ابو شهد. سمع ولد. بس ابو شهد. هاي عمام كلها بس ابو شهد. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. طبعا شاهدنا هذا الفيديو يعني تعليق اليوم كبرنا مجرد السواد يوم يعني حقيقة يعتصر قلبي ألما على الفلاح لما بموضوع ما يظل يصفق ويصلي على محمد وفرحان بهذا الموضوع حقه. اليوم عنده أرض زراعية يريد يزرعها يريد يعيش بس بالمقابل الفتح بهذه الطريقة اللي قام بها المحافظ وأقسم بالله لا أعرف المحافظ وتوجه السياسي ولا أعرف الحزب الساند المحافظ ولا أعرف الجهة اللي مع المحافظ أصلاً هو جديد يعني أنا سمعت باسمه البارحة. يعني المشكلة أنت قاعد تأثر على المحافظات اللي وراك أنت قاعد تأخذ من حصة ذي قار من حصة ميسان من حصة البصرة السماوة الديوانية وهذا أبو الناصر يهم راح يفتح المي ويصير مشكلة وراح يأثر على أبو البصرة والمصيبة الكبرى هي البصرة. البصرة موضوع اللسان الملحي اللي قاعد يصير كل سنة وتصير حالات تسمم وغيرها وغيرها من هذه الأمور يريدون إطلاقات مائية. البصرة متحملة كل شيء رواتب الموظفين من البصرة النفط من البصرة شركات الصينية والبريطانية والأمريكية تشتغل والتلوث يصير بالبصرة أكثر السرطانات بمحافظة البصرة التسمم المياه بمحافظة البصرة أكثر دولة أكثر محافظة خسرت أراضي زراعية البصرة أكثر محافظة خسرت نخيل البصرة هاي كلها البصرة تتحملها. فإحنا اليوم أنت محافظ على عيني وعلى رأسي الناس تحبك جيت بانتخاب جيت بتحييم الرئيس وزراء هذا شيء خاص اليوم بالعملية السياسية وبالمنظومة السياسية ولكن أنت اليوم أيضا صح عندك الروح البابلية عالية جدا ولكن أيضا روحك العراقية يجب أن تتفوق على تلك الروح. يعني اليوم أنا أفيد ابن محافظتي هذا واجبك بس ما أضر ابن محافظة الأخ ولو خافس الفلاحين في بابل يزعلون مع العلم إحنا أكثر حلقات أرض السواد تصير بابل بس إحنا نحكي اليوم واقع اليوم بدنا نحكي بمظلومية كبيرة جدا. اليوم إذا أبو صلاح الدين تجاوز أبو بغداد يتأثر إذا أبو بغداد تجاوز بابل تتأثر وهيجي حد من أوصل للجنوب. يعني ذيك الحلقة يمكن شفتوها مال الدجيل صلاح الدين اللي شمال بغداد تعاني من أزمة مياه تخيل الموضوع بعد أبو البصرة صاير بيه وبميسان وديقار. نرجع أكيد مع الأستاذ تحسين الموسوي يعني شو هل أكو قوانين تخلي وزارة الموارد المائية شلون توزع المياه بين المحافظات أريد نعرف هاي الآلية كيف تصير. طبعا هي المسؤولة عن هي مسؤولة عن إدارة المياه. نعم مسؤولة هي تأمن المياه الخام تبدي عندنا اما مساله مياه الشرب هي مسؤوليه البلديات والمجاري بغداد كنا امانه العاصمه تمام لولا نعم. المياه وتبدي ايضا تنظم بالاتفاق بالخطه المقرره مع وزاره الزراعه تنظم الاطلاقات بالنسبه للزراعه وتامن حصص الاهوار والبحيرات هذا كله على وزاره الموارد المائيه وايضا الكميه اللي تدفع بها اللسان. اليوم استاذ تحسين اليوم مثلا انا كوزير موارد مائيه او احنا كوزاره موارد يعني مثلا انطي للنجف هالقد واعطي مثلا الذيقار هالقد شنو المعايير اللي المعيار الاول مياه الشرب مؤمنه بالكامل بالضبط. المعيار الثاني البساتين مؤمنه بالكامل. المعيار الثالث تبدي الخطه الزراعيه هاي هاي لازم ندخل بها وزاره الزراعه لا. طبعا لان احنا عندنا هنا وزاره الزراعه مثلا زراعه الرز توقفت ماكو زراعه رز للنجف لوش لان يستهلك مياه كبير فيديوهاتك وزم زراعه لا تجاوزات وايد هي شنطه صراحه انا الوزاره شنطه 10000 دونم للحفاظ
على فقط البذوره كان تاج يعني بذور. لا شيخ صراحه جاني اتصال من احد الاخوه في محافظه النجف قال لي يابا ليش احنا بالمشخب تعال صورنا. قلت لي شو اصور لك؟ قال لي زراعه الشلب. انا ادري بالتصريحات الرسميه ماكو هالسنه زراعه الشلب فقط للحفاظ على النوعيه انطوا 10,000 صح بالضبط. اي بس يجوز نزرعها 100,000 يعني لا اكو انا كنت مثل الخطه الشتويه مو اتفق على انه 2,500,000 لا عبرنا صح. اي لكن الخلل وين صار؟ قول وين صار؟ وين؟ من احنا نجيب الانتاج كانت عندنا 6 مليون دونم ديميه كانت تعطي انتاج، هاي توقفت تماما. اذا لا تجي الزراعه المرويه انطيناها بالكامل بدليل الانتاج طلع نفس ما نطيب المرويه. صح يعني مشكله يعني عبء كبير. اذا احنا ما قللنا من المرويه. هذا اللي دا يحكي فيه الترشيد وما ترشيد ما موجود. والتجاوزات عبرت لكن قصرنا بالبحيرات والاحوار. افرغناها تماما وهذه راح تزيد من عمليه الاحتباس الحراري. صحيح. هذه مشكله. احنا هسه الكلام على محافظ واضح. طبعا المفروض الان وخاصه المحافظين بعد غياب سلطه المجالس المحليه المفروض اما مجلس النواب او مكتب السيد رئيس الوزراء. طبعا انت لاحظت يمكن بالاعوام الماضيه ايضا بالكهرباء هم طلع لنا احد المحافظين راح اطفي الكهرباء راح اقطع لانه من محافظة تاخذ من عندي والنوب هسه المحافظ مو محافظ ابو مولده يعني يا فتيم هل انت صح انت رئيس الدوله في محافظتك بس لكن يعني هذا بحقيقه تمرد وهذا حقيقه يحتاج انه نبعث رساله اولا هنا المواطن البسيط مثل ما تفضلت فرحته وما اعرف يصير بطل قومي على التجاوز ما اعرف فيحتاج ان المحافظين يتحاسبون لان هذا الامر راح يبدي بينا للفوضى. رده فعل وزاره الموارد المائيه على تصرفات بعض المحافظ من هذا تحسها ضعيفه بطيئه لو والله يعني انا الاخيره يعني الاستاذ علي راضي قال رفعنا قضيه بالقضاء قضيه على محافظ بابل. اذا اليوم بالاخذها قاعده أيه. اذا رفعنا قضيه وشكلنا تحقيق يعني تسوفت يعني هذه لازم اجراء فوري. ليش؟ لان احنا اليوم نمر بمرحله حرجه وخطره. اذا فقدنا السيطره بالتجاوزات ما معناها راح تصير عندنا يعني اثر على السلم الاهلي صح بين محافظه ومحافظه نشوف احنا العشائر بين العشائر والاقارب نفس المحافظه. انت تعرف استاذ يوم ايش قد انت ضحايا بالعشائر؟ يوم ايش قد انت ضحايا؟ والله يعني المشكله هذه الاحصائيه خلي ينتبهوا له. المفروض مو فقط وزير المواد المائيه اعلن الرجل. طيب وين الامن الوطني؟ وين الداخليه؟ يعني استاذ تحسين يوم لجنه الامن والدفاع عندنا قبل سنه وثلاث اشهر كنت اصور بمحافظه ذي قار ما اريد اذكر القريه والمنطقه كنت اصور سمعت اطلاقات ناريه كثيفه تقول حرب. ويشهد علي كان وياي زملائي عمار جاسم ومهند وشاح كان ايضا مخرج في برنامج ارض السواد. يا بشين الموضوع انت جزء تصور معاناته زين هذا ما فات تجاوز يسوي بي لا ماكو شيء اخي شنو المشكله والله عشيره فلان هجموا على عشيره فلان يا بليش لان عشيره فلان قاطع المي وذول الحلال مالتهم مات. أنا اليوم اطيهم جزء من الحق انه موضوع انه حلالهم حياتهم انتهت. من المسؤول عنه؟ يا وين المحافظ هنا؟ وين المحافظ؟ وين دوره؟ وين دور المحافظ؟ وبعض الاحيان يلقي بالمهام على مثل روح ابو الموارد المائيه، ابو الموارد المائيه ايش يسوي؟ شو القوه اللي عنده؟ وحتى رجل الامن اليوم يعني بعض الاحيان رجل الامن يوقف ليش؟ لانه هو دا يشوف ابن بلده دا يعاني. صح يعني انا شفت الحاله مال الصويره انسحبوا. ليش انسحبوا؟ لان دا يشوف الناس يعني ترى امر من انا اقول مفجع يعني يدمي القلب. فلذلك اليوم احنا تركيزنا نريد حل والحل موجود. اما نبقى احنا هذه التراكمات يوم من بعد يوم حتى المحافظين المفروض من تضغط على الحكومه المركزيه. احنا هسه مو بحال نبني مولات ونبني مدري على شغلات ونبلط شوارع. احنا الان نواجه وباء نواجه نقص بامننا الغذائي. هذا اني هسه هذا الاولويه هذا اليوم يكون اولويه حتى المحافظين. ليش ما يكون اجتماع محافظين يوم السيد رئيس وزراء؟ السيد وزراء رئيس وزراء مو دائما يجتمع المحافظين؟ هاي الأزمة العالمية وهاي الأزمة الداخلية. هسه احنا عندنا ملف خارجي عايفينه وعندنا ملف داخلي ونحكي بالداخل اليوم والداخلي العالم ده تنطق مشكلة الصرب بيناتهم. طبعا أحبة المشاهدين بعد
يعني شلون اسمي لكم اياها، الحادثه تجاوز العمل البطولي القومي اللي سواه روبن هود بابل. ما اريد هم نركز على سعبالهم، العالم مخصصين حلقه احنا على بابل، لا احنا نحكي على توزيع الحصص المائيه بين المحافظات والمشاكل. الحقيقه يعني خطوه جريئه من السيد الوزير الحمداني وزير الموارد المائيه، اللي بعد ايام قليل من هذه الحادثه زار محافظة بابل وطلع على نفسه بتوزيع المياه وغيرها من الأمور اللي تخص عمل وزارة الموارد المائية في بابل. خلينا نشاهد هذا التصريح وراجع. حقيقة بداية نحب نقدم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك لكافة الشعب العراقي. زيارتنا هذا اليوم للاطلاع على واقع الإطلاقات المائية في محافظة بابل في شط الحلة، وأيضا للاطلاع على المشاكل والمعوقات اللي تواجه عمل جدول بابل. هذا الجدول وصلتنا العديد من المناشدات من الأهالي للاطلاع على المشاكل. فاليوم مع السادة المدراء العامين والمسؤولين بالوزارة قمنا بزيارة إلى هذا الموقع للاطلاع على واقع المشكلة، ووجهنا بمعالجة مشاكل محطات الإسالة، وستكون أيضا هناك مباشرة إن شاء الله لغرض تغذية الإسالة مباشرة من شط الحلة عن طريق مد أنابيب نقل الماء الخام إلى محطات الإسالة لإنهاء معاناة الناس في ظل هذه الشحة. ونعاهد الجميع إن شاء الله إحنا راح نستمر في عملنا ومتابعتنا في كل الأوقات وحتى في أيام العيد. كوادر الوزارة تعمل على مدار الساعة حقيقة لتقديم الخدمة للمواطنين. إن شاء الله هذه الأزمة نتجاوزها بالتعاون سوية لغرض تجاوز هذه الأزمة. الشحة قاسية، الموسم الثالث للشحة ليس بالأمر السهل، ولكن إن شاء الله بتعاون الجميع وبجهود كوادر الوزارة ودعم القوات الأمنية البطلة ودعم الحكومات المحلية لعمل كوادر الوزارة، لاحظتوا خلال الفترات القليلة القادمة هناك التجاوزات حصلت كثيرا على كوادرنا، من تعدي من 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 هجوم، من تدمير، من الكثير من الأمور للأسف في العديد من المحافظات. ولكن كان هناك دور للحكومات المحلية والقوات الأمنية في دعم كوادرنا. احنا نقدم التحية للجميع. أزمة شحة المياه ليست أزمة وزارة وإنما أزمة بلد بالكامل، لذلك يتطلب من الجميع التعاون لغرض إيصال الحصص المائية بشكل عادل إلى جميع المستخدمين، وخصوصا محافظات ذنائب الأنهر كالناصرية، البصرة، العمارة، السماوة. الكل حريص على أن تتم إيصال هذه الحصص بانتظام، ومن الله التوفيق إن شاء الله. طبعا كل التحية والشكر إلى إعلام وزارة الموارد المائية على تعاونهم المستمر حقيقة مع برنامج أرض السواد. أستاذ تحسين، يعني تصريح وزير الموارد المائية صح، هو يحب يطمئن المواطن وأيضا، لكن أكو خفايا بكلامه. إحنا إنه عندنا موجة أخرى والله شحة وثالثة وتكون أقصى، يعني شنو الأقصى من هذا الشحة اللي صارت قبل عدة أشهر والقبلها والقبلها؟ يعني طبعا هو أكثر واحد يعرف بالأمر خاصة بالخزين، وإحنا استخدمنا الخزين الميت من الثرثار، وهو قبل فترة وجه رسالة إذا تتذكر، كان عنده إحباط من التخصيصات المالية لوزارة الموارد المائية من الأمن الطارئ. يعني هذا الحديث أيضا وصله واللي تحدثنا به قبل قليل، إحنا قال إنه رغم هذا يعني ما معناه إنه الملف مو أولوية، ما ماخذ أولوية، وكأنه يراد أن يرمى بهذا الملف بكامل على هذه الوزارة أو الوزارات الأخرى. وبالحقيقة يعني أنا أقول لك الله يعينه ويعين كادر. صح احنا نشخص احنا لا عندهم سلبيات دائما نتكلم بيها، لكن اليوم هذا الحجم الكبير ان يرمى على لا خطا. حتى يعني لاحظ بنفس الوقت انا لاحظت اكثر وزراء ميدانيين ومتواجدين دائما، صح. وزير الزراعه ووزير الموارد المائيه بكل المحافل وبكل الازمات، هذا شيء يحسب لهم. لكن اليوم المفروض كان محافظ بابل يكون موجود وياه على الاقل كرساله رساله نحل الموضوع، او حتى لارسال رساله انه الموضوع
ما أخذ حجم التجاوزات والتجاوز على الصلاحيات. هذا طبعا أكيد هنا لكن مع هذا احنا نقول للرأس الهرم لدولة رئيس الوزراء لكل من للفاعل هو جديد ما كان نخاطب هيا جديد نخاطب المنصب نخاطب المنصب ليس الشخص انه هذا الملف يجب ان ينظر اليه على انه اخطر من الارهاب يجب ان ينظر اليه على انه اخطر من داعش بالمناسبه انا عندي معلومات وفود في قادم الايام وهذا مثل ما كان عنده ب 2009 انه تنظم زيارات لسماحه السيد سيستاني الله يحفظه لانه عزت مناشدة الحكومه يعني منو يتكلم ويا سيد السيستاني يعني انا احكي على المجتمع كوفود شعبيه تتكلم على انه لازم يكون تدخل لان الوضع اصبح خطير هذا من مجسات الشارع ومن... نعم خلي شوي نبتعد عن الموارد المائيه او لا احنا اسالك سؤال هو صح بعيد ولكن ادعي اكو علاقه نعم. نحتاج رئيس وزراء قوي المرحله القادمه اكيد يعني ما نحتاج وزير رض عمك ورض خالك وجيبه شو مكان احنا هي هاي المشكله وبالذات هم راح نرجع الموضوع جدا مهم نعم. يعني اليوم من تجيب وزير وتحمله مسؤوليه مثلا هسه خلينا نتكلم على وزير المواد المائيه او وزير البيئه او وزير الزراعه من يجي عمر حكومته سنتين ويحتاج لبرامج عمل زين انا من اجي ابدله صارت عندي خطأين اولا انا لازم لا اقوم عمله ويجوز احاسبه صح لو لا يجوز هسه يجي وزير بعده مثل ما اجى زيد الوزير قال انا جيت لقيت الخزانات فارغه مثل ما اجى رئيس الوزراء قال انا لقيت الخزينه كل شيء ما بيها تمام لو مو تمام اذا اليوم احنا نعد حتى قبل فتره احد المستشارين قال احنا نجيب وزير بين من دربه بين من عده خاصه الدوره ما ترى اجى اللي بعده فحرنا هاي وزارات مهمه تتعلق بامن قومي وامن غذائي شلون هسه بعض الهيئات اللي ما ممكن يعني مثل مجلس القضاء نفس الشيء تمام لو صمام امان نحتاج رئيس وزراء فلاح اصوله فلاحيه المرحله القادمه يجب ان يكون من اصول فلاحيه عندنا والله شخص ليش تعرف ليش؟ لانه يمثل اكبر شريحه ويمثل حقيقه لانه اخطر ملف عندنا القادم اخطر ملف الاسماء اللي طرحت ككتله اكبر هو الاطار التنسيق نعم والله الاسماء اغلبها اصول فلاحي اي نعم اغلبها اي اغلبها صحيح مو كلها وفعلا احنا ما رد نذكر هسه راح اقول لك فشغله يعني هسه استذكرنا حديث لاحظ انت كل الدول اللي خرجت من حروب ومن منازعات يجب ان تتغير السياسه يعني هي من هاي النكبات لازم تنهض برؤيه جديده مو رؤيه قتاليه انا احب احرج ضيوف اي نعم من ترسل رئيس وزراء من الصدق تحس انه قريب على الزراعه حقيقه والله حقيقه يعني احنا نريد بس انه مساله الضمير لا اكبر ولا اقل انه انسان يكون صاحب ضمير يكون صاحب اكتب لي ما اقول على اسمه على الوزير؟ لا رئيس وزراء من تريد يكون قريب على موضوع الزراعه والمياه تقدر تريد يعني عندك فد اختيار بداخلك المشكله هسه اي وزير رئيس وزراء ينطرح الشارع تعرف اكتب لي اسمه ما اقول بالنسبه لل بعد البرنامج اقول لك لا والله ما اقول اكتب لي اسمه اكتب لي اسمه ولا عندنا شخصيتين حاليا اي حاليا يعني انا اقول لك الامانه يعني مثلا رشحوا شخصيه محمد شاع السوداني ابن ميسان ابن كان وزير زراعه بالضبط وايضا عندك ما اعرف مرشح او لا وزير الزراعه الحالي ايضا من عائله فلاحيه اي نعم محمد كريم الخفاجي اولا مرشح رئيس وزراء ما اعرف ما اعرف بس يعني هو انت كعائله فلاح وتشوف العمل ايضا اللي قام به تماسه ممكن الفلاحين يريدوا مبادره زراعيه جديده لا انا شوف نفس لا نفس الفلاح وياه ليش؟ لانه متعايش وياهم يعني لاحظ هو قبل فتره توبخ من رئيس الوزراء بسبب من؟ بسبب عن المنتج الوطني للاسف يعني فلاحظ راح ويا ابو تركيا كانت عند زار الجانب الزياره الايران يعني تحرك بهالجانب هذا فعلا يعني الابن نحتاج انه وزير من اصول فلاحيه او رئيس وزراء عفوا كل التحيه والشكر لك استاذ تحسين واحنا نعتذر لكم كبرنامج ارض السواد
ممكن كايام عيد وهاي، ولكن احنا مسؤوليتنا اليوم من اجل الفلاح كله. انا لي الشرف ان اكون ببرنامج ارض السواد واعتبره برنامجي. الله يخليك. وانا اشكرك واشكر دعوتك الكريمه، وان شاء الله ينعاد عليكم بالخير والسلامه، ونشوف بلدنا ان شاء الله ينعم ان شاء الله. شكرا جزيلا. طبعا احبه المشاهدين، الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد. نلتقيكم بحلقات اخرى مهمه ومحاور مهمه جدا. الى اللقاء.